التعاطف الإيرلندي اللافت مع الفلسطينيين يمكن اعتباره حالة استثنائية في الاتحاد الأوروبي، سواء على مستوى صناع القرار أو التضامن الشعبي، وصولا للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي ليو فاردكر. رئيس الوزراء الإيرلندي دان هجمات 7 أكتوبر، وفي الوقت نفسه هو من أوائل الداعين إلى هدنة إنسانية في غزة، ومؤخرا طالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف موحد تجاه غزة، مثلما كان الوضع تجاه أوكرانيا. ببساطة، لهجة الرفض تجاه الحرب أغضبت مسؤولين إسرائيليين على رأسهم دانا ريليك، السفيرة الإسرائيلية لدى إيرلندا، التي اتهمت السلطات الإيرلندية بالتحيز ضد إسرائيل. لكن الدعم الإيرلندي لفلسطين ليس وليد اللحظة، فالعديد من القوميين الإيرلنديين يرون في القضية الفلسطينية انعكاسا لحرب استقلالهم ضد الحكم البريطاني خلال القرن الماضي. إيرلندا كانت أول بلد أوروبي يدعم إقامة دولة فلسطينية عام 1980، وآخر دولة في الاتحاد الأوروبي سمحت بتشييد سفارة إسرائيلية على أراضيها، ولطالما انتقدت التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. وبحسب صحيفة فورين بوليسي، كانت أبرز التوترات بين البلدين اتهام إسرائيل بقتل 15 جنديا إيرلنديا تابعين لقوات حفظ السلام في لبنان بشكل مباشر أو غير مباشر بين عامي 1978 وعام 2000. أخيرا، هناك شبه إجماع بين الأحزاب في إيرلندا على أن إسرائيل هي المسؤولة عن الفشل المستمر في تحقيق السلام، لكن حزب شين فاين الأشرس في انتقاد تل أبيب والمتوقع فوزه في الانتخابات المقبلة. طالبت رئيسته علنا بإحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب قصف غزة. The government says that Israel's actions cannot be without consequences. I agree. That is why the Irish government must take the lead and refer Israel to the International Criminal Court and send the Israeli ambassador home.